المهم اللي باغي نسطر تحته لا أهمية ذو المكونات اللي يضريك، ثلاث تراجم على قضية هذا الكتاب، والله ما يشبه الكتاب اللي انتشر. في الحقيقة أنا قريته من إنثار ذا من جدل كامل، قريته ومنين قريته شفته بعيد كل البعد عن يعود بريء. ولما نقول بريء راني ما نعني به نوايا مبيتة من قبيلة ضد قبيلة ولا شيء من ذا القبيل، لا ما نعني به هذا، نعني من قلة براءته هو عنه في عدة صفحات يمشي رسائل سوبليمينال، رسائل ضمنية بنفس الهدف. الهدف شنو؟ هو محاولة التقليل من شأن مجموعة بشرية معينة والرفع من شأن ما هي المجموعة الثانية، بل الشخص اللي يوحي بذا، والله الأشخاص اللي يوحوا بذا وهم اللي رواقيج، ما قد حد يقول عليهم قبيلة، هو اللي رقاش والله اثنين والله ثلاثة والله واحد والله شوف، يا غير خلق حالة مرضية عندنا، نعود واضحين في أمورنا، خلق حالة مرضية عندنا في ذا المجتمع. هو لأن الطموح هذا الشخصي المبالغ فيه اللي مولاه هو الطموح شرعي على كل حال، يا غير شرعي منين يعود رقاش يوحى لله في مقدراته هو الشخصية للوصول إلى ذا الهدف اللي باغي يوصل له، هون يعود شرعي، مقدراته عمله عرق جبينه للوصول إلى حيث يريد أن يصل، هذا شرعي. أنت يعود مو شرعي منين يعود للظهور ينفرض عليه عيب الغير، يعني أمام عجزه هو عن الطلوع بقواه الذاتية يعود يحاول يبخص ويقلل من الغير. هذا روى على جميع الأصعدة، على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العائلي وعلى الصعيد المعرفي وعلى الصعيد التاريخي وعلى جميع الأصعدة، يعود يحاول يعود يقلل من غيره. يا كانوا بعد منين ما قديت أنا نطلع وحدي نقضى الثانيين، يا كنا بقى بارز الفوق. وهذا واضح من صفحات الكتاب أنه يعني فيه تقليل من مجموعة بشرية وازنة مهمة جدا، وبقول الكذب قول الكذب قول الكذب، لأنه أنت منين تقول تحصر تكنة في كلمة عشيرة، تكنة اللي هو تحالف، تحالف عنده سبقة تحالف سوبرا تريبال ما فوق القبلي، تحالف من ياسر من قبائل وفي فروع وفي أنظمته وفي أمور مسيرته، وتلات تسميه عشيرة حول واد نون، يعني تمرقوا مولي من ذي الأرض الذي هي كاملة رغم أن معروفة حدود بلاد تكنة، يعني لأن الفرق ذا الأوديو بخريطة بلاد تكنة التاريخية اللي راس منها الفرنسيين معروفة خريطتها ومعروفة أماكن راعيها، وما الخرائط قاع ما يخالق ذيك ساعة، يا غير هم راس من خريطة لمنطقة تواجدها ومنطقة سرحتها، وذا واضح هذا مع الدين النصارى السابق على نوح حلو. احنا بذا وتجي انت تقول عليهم مجرد عشيرة وتركنها حول واد نون، هذه واحدة. اثنين تتكلم عن زناقة وكأن زناقة خالقة ككيان، الزناقة ما هي قبيلة ولا قطعة قبيلة ولا عندها علاقة بالتقسيم العرقي، عندها علاقة بوضعية اجتماعية عابرة. في زمن السيبة كانت قبيلة منين تنهزم أمام قبيلة أخرى تفرض عليها الثانية الشروط، تعود في وضع مرحلي ينقال له زناقة، وبخلاف علاقات الدم هي ما هي أبدية، هي لا مرحلية لها مرحلية، هذه عرفتها الناس كامل، تقبض وتقبض انت وتدخلها بنكاية وتجمعها بواو العطف مع الزرقيين، أولا باغي تمس من ذا المكون أساسا، اثنين تقول ضمنيا عن المكونات الثانية كاملة راهي زناقة، لأنك انت قلت الزرقيين وأزناقة، وكلا الحالتين ما يلتبس عليه الباس، كلا الحالتين ما يلتبس عليه الباس. النصراني وهو المسؤول الأول نظريا حد لامه، لا كيف حد يلوم الدبوس ويتضايق مع دبوس خبطه،
وهو راعي في الايدي القابضه ذي الدبوس. لين اصلا لين نعود شوي دقيقين، لكن حلوا الامر بنوع من نوع من الذكاء ونوع من وسمه. النصراني شم حوزوا في ذا ما محقق له شيء، شم حوزوا في المساس من ذي المكونات، ما هو خالق حتى من يمس منها، جايب لها مصدر تاريخي، قايل من قايلها سابقه، ناسبها لحد، ناسبها لشي دراسة، ناسبها لشي. هذه الله أوحي إليه بها، وهي ما تخدم لا مصلحته هو ولا حتى مصلحة الدولة المغربية اللي تبناتها. يا غير شنو اللي خلق، هي تستجاب الطموحات بعض الأشخاص اللي يستخدموا كل الأوراق بما في ذلك الورقة القبلية، ياك يقولوا أرى عنه نحن هما ظل الله في الأرض وحنا هما أهم شيء ولا بينا ما خالق شيء. هذا هو لب الموضوع. النصراني قلت حد لامه، لا كيف حد خبطوا دبوس ورد على الدبوس وهو إراعي واضح من قابض مقبض الدبوس ذي، وهي ما هي قبيلة وعبارة عن شخص أو أشخاص. الدولة المغربية نعطات لها رشوة، نعطات لها رشوة في قضية عنه يخدم القضية الوطنية ويقلل من شأن الجبهة وإلى آخره، من أجل عنه يؤخذ ذاك المساج الضمني. وهون مكان من الخطر، يعني ما يستغبانا حد ولا نحلم اللي في نظر حد ما هو معدلش. قضية واضحة، حست على مكون ذي الحساسيات، وراه ما هو قضيتين قال بربري ولا ما هو بربري. انا قاعد قايل على انه الى عدلت تحاليل لدين ياسر من ذي الرجل لا يتفاجئ، وفطن راه يتعقب تعود هي الحل، تعدل الناس ادين وتشوف الصورة الحقيقية شني، وتبعد عن ذي الاساطير اللي تبني فيها وتصحصح وتفوسمو بها، اللي ما خالق دليل حسي على وجودها ولا خالق دليل حقيقي على تاريخها. غير ذا قاع ما يهمنا، ذا موضوع اخر. المهم مدريك هو عن وقع اللي وقع، الدولة المغربية لا هترت على ذاك المضمون اللي يخدم اجندتها، ولا انتبهت الذي صغير الامور اللي بالمناسبه تمس من سلمها هي الاهلي قاع سابق لتلحق الصحراء. يعني لا تكلمنا لا عن السلم الاهلي المغربي، الكلام عن العرب كمجموعات وفدت مؤخرا وعلى انها ما عندها ارتباط قديم بالارض وكذاش وكذاش وكذاش، اراه يمس من السلم الاهلي لدوله تعايشوا فيها العرب والأمازيغ وعدوا فيها نظم وتستمد منها شرعيات ويسير بها ويخلق بها تعايش لمدة قرون، تجي انت وثلاث فريق، هذا دخيل وذاك أصيل، هذا ما عنده حق وذاك نحقر وذاك طاريله، معناه أن ما نقرصوه إلا من زاوية المنطقة المحددة وقضية قبائل. نحن ذي ما كانت مهمة إلى حد قبائل نائية في منطقة نائية، هذا راهو يمس من صميم الأمور. باش تعرفوا عن الدولة المغربية اللي خرصت السطحي من الأمر، وذيك طرقيدات العمق ما ردت لهم البال. وبالتالي أنا شك عن النصراني اللي كتب الكتاب، ما هو قاع مسؤول عنه لأنه هو مو كتاب أصلاً، هو لا مجموعة من الكلام المسرود اللي ما عليه دليل، اللي ما عنده قاع رابطة بين 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 فصوله، واللي الحقيقة كدر عليا كنقد نكمله، كدر عليا غير لا بيا ذي الأحداث وتوف ونفرض عليا عني نقرأ نعرف ذا شنو فيه. الحقيقة ملغوم ومسموم، من المسؤول ماني عارف، يا غير قطعا عنه مو بريء، ودائما خصنا نلودو للمستفيد من هكذا تسريبات. قطعا عنه مو نصراني، وقطعا عنه ما المندوبية السامية للقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الشعبي، قطعا عنه لا الدولة المغربية ولا هما ولا مجلس المستشارين ولا هذه قضية خدمة الواجيز محدودين، شاكين عنهم يقدوا يمروا ذا من خلال أفواه أخرى ويلبس بكادو معطي للدولة المغربية من أجل قول رسالة كبيرة واضحة يستخلص أي حد قرأ. أراه المهم
لا احنا وما دمنا مهمنا احنا مهمين احنا راهو المهمة لا انا بي انا من ذيك احنا والمرقب ذاك كامل قاع محقور وهذه ما هي حقيقة. وبالتالي الخوض في هذه الامور ومحاولة التبخيص بحد راهي ما تنطلي على حد ويرد حد بعد يعرف على انها انكشفت وظهرت للضوء لا يستسمح ولا يكثر الاخبار حتى. وما اللي نوصي الجميع بعلن واحدة من الامور الخاطئة ما يعاقب الجميع ولا يتهم الجميع بأخطار ارتكبها الشخص ولا أشخاص معينين، هذه خاصة تبقى واضحة لأن هذه كرة ثلج. بويا خير من بوك وجدك خير من جدي ويحرق بيك ويحرق بيي، راهي ما هي ما تؤدي إلى شيء، تؤدي إلى أن نظهره بشكل يؤسف له. وحنا كميشة من الواقيج ما 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 هو ما هو زايش فينا. Thank you.